انا ما كنكذبش اللي كنقول كنقول انا هاد الناس هادو عطاوني وجهي بنادم يحيد لك لا ما يمكنش ما عرفت راسي غادي استبد وما ما عنديش دار القدر ديال 10 مليون ملي جاتني هاد 10 مليون انا سيدنا الله يسره هو اللي عطانا هو اللي عطانا الاستفاده ديالنا هو عطانا الاستفاده ديالنا وهاد الناس خرجوا للشوارع وهاد الناس هادو ديعونا حرام حرام عليهم يديروا لنا هاد الحالة هادي بنادم مسؤولين يشوفوا أنا إنسان ما عندوش 10 مليون لعيب الله تخير في مدينة قديمة مدينة قديمة مخير فيهم ما كاينش عنده 10 مليون باش باش هاد الإنسان غادي يستافد انا فريد ولد المدينه القديمه 5 سنوات نعم 5 سنوات هذا زيد في 60 زيد في 60 وجيت جابني الوالد من الصويره المدينه القديمه في 60 بقيت فيها اليوم غدا اليوم غدا كبرت فيها كنلقى اليهود وبيضاوه في هذه المدينه القديمه من 60 جات واحد الوقت مات الوالد بقات الوالده ولا بقيت مع امي مسكينه الله يرحمها ماتت امي قالت لي تزوجت هي هذيك جات المراه تما بقات عايشه معايا واحد شويه مع شاب ديك الدار فيها هي انا وداك الشيء خافت شدت الاولاد ومشات للعروبيه ماشي مشكل هما شدوا لي اولادي كبرهم الله يجزيهم بخير ما كاين حتى مشكل انا دابا الوقت اللي كنت نجي هنا كان ما عرفت راسي غادي نستبد وما ما عنديش دار القدر ديال 10 مليون ملي جاتني هاد 10 مليون انا سيدنا الله يسره هو اللي عطانا هو اللي عطانا الاستفاده ديالنا هو عطانا الاستفاده ديالنا وهاد الناس خرجوا للشوارع خرجوا للشوارع وعندنا ولادنا كيفاش بينا نبداو نتصرو نبداو خارجين الشوارع ما يمكنش كنطلب من سيد العامل الله يجازيه بخير العمل طرفا يجي يشوفني وبالضبط انا عندي الاستفاده ديالي عطاها لي الناس سيدنا وكنطلب من الادارات كلهم العامه ديال المغرب يشوفوني وكنطلب هاد المحسنين يجي يشوفوني في كنعيش شحال سنه تكتسب في الدار ديال المدينه اللي ريم 60 من 60 ولا فين ولا فيها يعني تزت هنايا يا سي لا تزت في الصويره جاب لي الوليد باقي ما عارف والو انا ملي جابني الوليد حليت عيني في بقيت مع مدينة قديمة مع الناس مع ديال والحمد لله كنت ندير الموسيقى وعشت مع اليهود ديت كنت نعمل معاهم الموسيقى نيت شحال سنة باش خواوك ديك دابا راه عامين عامين باش خواوك عامين كتمشي عند المسؤولين شنو كيقولوا لك؟ كيقول لك سير تجيب 10 مليون عاد عاد يمكن لل ندخلوك ولا ما عنديش انا وايب الله انا ما عنديش انا لو كنت عندي 10 مليون كون انا غادي نخلصها بلا ما غادي نبدا نطلب ونرغب وندير هكا انا ما كنطلبش انا كنطلب من الناس من الله سبحانه لله والله يسرنا مالكنا اللي عطانا اللي عطانا ديالنا وهاد الناس هادو ديعونا حرام حرام عليهم يديروا لنا هاد الحاله هادي بنادم مسؤولين يشوفوا انا انسان ما عندوش 10 مليون لعيب الله تخير في مدينه قديمه مدينه قديمه مخير فيهم ما كاينش عنده 10 مليون باش هاد الانسان غادي يستافد غادي يستافد وما يعطوش الحق ديالو انا كنطلب الله وسيدنا الله ينصرو والمحسنين تحقرت تحقرونا بزاف كاع انا عييت ما نبكي عييت ما نطلب عييت ما بزاف عندنا شي بزاف حشومه حرام انا كنطلب الله تبارك وتعالى وكنطلب سيدنا الله ينصرو شوف ملك المغرب هو اللي عطانا وكيحن علينا كل المغرب حن عليه
علاش هاد الناس يحيدونا؟ الملك ديالنا الملك ديالنا كنبغوه كنحبوه وكلشي وعاش الملك. نعم كيف كتعيش؟ وكنعيش في العروبيه في الهواوره حدا الجامع، الناس راه عارفين لي تما، بغيتي تجي سيدي مرحبا بك وشوفني فين كاين انا. انا حدا الجامع الهواوره سيدي الحال الهواوره. يعني ولفت انت وقيل المدينه ولفت؟ ولفت دابا ملي كنجي كنخرج تنبدا نبكي. انا كنطلب عندنا حنا الحمد لله مدينه قديمه باقي فيها الناس زوينين. نعم اسيدي. قال لي كطيح. هي فعلا كطيح ولكن ماشي بهذه الطريقه هذه. خرج انا كنت نمشي لسيدي الحال كان الهواوره كنجلس فيها باش ما نخرجش، لان ما عنديش 10 مليون، عرفت الناس غادي يقولوا 10 مليون. وكنطلب الله. السيفاده فين عطاوها لنا؟ في سيدي مؤمن. في سيدي مؤمن. ولكن عطاكم استفاده بلا استفاده؟ بلا استفاده وصافي، هذا هو المشكل. دابا انا الاستفاده ديالي بحال اذا الماء بحال خصني عطوني في السماء. يا دابا الاستفاده عندي انا بحال نطلع للسماء نعيش في السماء. ما شوف وسيدي شنو نقول لك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا كنت ندير الموسيقى و دابا جالسين ما كاين والو. ايوا كان ما نكذبش عليك، كاين الناس في سيدي الحال الهواوره، كاين الناس في الهواوره، دوك الناس ديك المنطقه زوينين، هما اللي كيتهلاو فينا وعارفيني وعارفيني ولد المدينه وعارفيني من الصويره وعارفيني بزاف الحوايج وعارفيني درويش وعارفيني انا على واحد القضيه فيها واحد القاعده. اللي انا كنقول لهم ما كنطلبش شي، كيجيبوا لي مساكن الماكله وكيعيشوني الله يكثر خيرهم. كاين واحد الاخ نقول لك راه عطيني جلسني تما مسكين على الجام، كيجي كيقول لي الحاج نور الدين ومرته الله يعمر لهم الدار، هاد الناس هادو، هاد الناس اللي كنقول لك كيجيبوا لي الماكله الله يجازيهم بخير، وعندهم وليدات تبارك الله زوينين قراوا وكل شيء وتبارك الله كل واحد دير المحل. وكنطلب الله هاد السيد هذا هو اللي دار فيا الخير، هو اللي جلسني تما، وباقي كنطلب ورغب والله يجازيك بخير. كنطلب هاد المحسنين يشوفوا راه عيب، يشوفوني يشوفوا راه شو استفاده ها هي عندي، ها هو عندي القانون. انا ما كنكذبش، اللي كنقول كنقول. انا هاد الناس هادو عطاوني وجي بنادم يحيد لك؟ لا ما يمكنش. ها انت بلاتي كنت في ستينات نحنت اني كنت نشوفك، كنت نجي لهاد البلاصه هادي، هاد المكان هذا كنت نجي نلعب فيه مع الدري ولاد الدر ولاد المدينه قديمه. كبروا تبارك الله، شي مشى للطاليان شي مشى وكازين، الله يعاونهم الله يسهل عليهم. هاد الشباب هادو اللي كانوا عندنا في المدينه القديمه كنا جالسين مع الناس بيضاوة واليهود، صراحه كنت عايش مع اليهود ومع بيضاوة. اللي مشاو هاد الناس الله يستر. تبدلت حياتك تخش من ديك لا بزاف كاع، انا تبدلت كاع، ماشي لا حياتي كلها تبدلت. وليت كنخمم في راسي نبكي الليل والنهار، نبكي النهار، وكنطلب الله سبحانه لله باش يعطيني الحق ديالو. عطاه لي الله وعطاه لنا الله وعطاه لنا سيدنا. ودابا هاد الرايه هادي، هاد الرايه هادي شكون اللي فيها؟ فيها الله والوطن وملكنا الله ينصرو. فيها الله الوطن ملكنا، هاد الرايه هادي فيها جدودنا. نعم انا كنطلب اللي بغي. انا ما بغيتش فلوس، بغيت نشوف الله يجازي بخير هاد المحسنين. وكنطلب من سيد العميل، سيد العامل عمل طرفه، كنطلبوه ونطلبوه الله يجازيه بخير. شوف من الحال كنطلب الوزاره الداخليه الله يجازيها بخير، وكنطلب وزير السكنه حتى هو يشوفنا بهاد الحاله، يشوفنا بهاد الحاله. حرام هادشي يديروا هاد الناس، حرام يخلونا حنا داعين ولادنا غادي يبقاو داعين، حرام هادشي. كنطلب الله يرفقنا، كنطلب الله يسهل علينا. وكنطلب هاد الشباب تبارك الله راه واعي، كاين عندنا شباب واعي، ها هما من المدينه. وزيد اي قرن مشيتي كتلقاهم كيقول لك انا كنبقى بهم. واحد الدريه هذيك النهار هنايا هنا جبت المسكينه 50 درهم، قالت لي هكا، قلت لها لا اختي ما كنطلبش، قالت لي لا باين، قلت لها باين فيك هذه الحاله اللي حرام يديروا هذا الشيء. والله يخدمنا، انا كنطلب الله يعطوني ديالي، الله يزاد بهم بخير. هاد المسؤولين ينوضوا يشوفوا الانسان فيه كيعيش. الى عندنا الدار من حقهم، ما عنديش انا 10 مليون ما عنديش من نجيبها. انا كنقولها كون كانت انا عندي 10 مليون ما غاديش نجي نطلب. ونهز الرايه ديال سيدنا الله ينصرو ملك المغرب عيب الله، عطانا الاستفاده ديالنا من المدينه القديمه، خرجوني وخلوني ندافع في النقل. صدق الله العظيم.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.